وللحديث أكثر عن مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد اليوم في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الوزراء، والذي قاطعته بعض القوى السياسية في ظل الغضب الشعبي الذي يجتاح البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. سيد عبد الرحمن، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. بداية، هل لامس بيان اللقاء باعتقادكم في بعبدة طموح الشارع المنتفض في لبنان؟ أنا أعتقد أن الطبقة السياسية اللبنانية في واد، والشعب اللبناني أو الشارع اللبناني المنتفض في واد آخر. يعني ما يحرك الآن موضوع الطبقة السياسية، عفوا، ما يحرك الطبقة السياسية اللبنانية هو موضوع العقوبات الأمريكية، يعني نقصد به قانون قيصر الذي يطال لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأيضا ما يحركها أيضا هو الصراع على السلطة والتوازنات الإقليمية. الناس في الشارع لديهم مطالب غير معنية بالتوازنات الإقليمية ولا بالتوازنات المحلية، هي مطالب بطريقة طبيعة الحال معنية بالضغط الاقتصادي والضغط الاجتماعي والضغط السياسي الذي يمارس على المجتمع اللبناني. وبالتالي ما صدر اليوم من بعبدة هو بعيد عن الشارع اللبناني. بالمقابل، ما صدر من معارضي بعبدة من الطبقة السياسية هو أيضا بعيد عن الشارع اللبناني. الشارع في واد، والطبقة السياسية اللبنانية هي في واد آخر، هي مجرد انعكاس برأيي للانقسام الإقليمي الحاصل. بعض القوى السياسية لم تحضر اللقاء، بما تفسر هذا؟ وإلى أي مدى هو محاولة لإعادة تدوير المشكلة مرة أخرى؟ هل يؤثر ذلك بالفعل على مجريات الأحداث على الأرض؟ يعني هناك عاملان أنهوا ما يمكن أن نسميه شهر العسل الذي حصل بين القوى السياسية، نقصد بين 14 و8 من آذار، يعني قوى 14 و8 آذار. أولا، الانتفاضة التي حصلت على الأرض منطلقة منذ تشرين الماضي، وأيضا القانون قيصر تحديدا، بمعنى الصدام الأمريكي الإيراني في المنطقة. هذا أعاد هذه القوى إلى ما يمكن أن نسميه الانقسام السابق، وهو انقسام 14 و8 آذار. اليوم حزب الله وحلفائهم، بينها رئيس الجمهورية، لديهم رؤية نقول يعني هي مقاومة الضغوطات الأمريكية، بينما القوى الأخرى وهي تيار المستقبل وحتى ربما وليد جبرات والقوات اللبنانية وغيرهم يرون أنه لابد من الاستجابة لهذه الضغوط وتحييد لبنان، أقل شيء يعني تحييد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية. وبالتالي نحن نسترجع ربما الانقسام الذي انطلق في لبنان عام نهاية عام 2004 ثم تعزز عام 2005، بمعنى انقسام طرف موالي لإيران والنظام السوري وطرف على النقيض الآخر. ما نحصل اليوم هو نحن استعدنا هذا الانقسام السياسي، وبالتالي برأيي أن لبنان دخل في مرحلة سياسية أو في عشرية سياسية جديدة نتيجة استعادة هذا الانقسام، ونتيجة يعني هذا التغير الأساسي في الخارطة السياسية الذي ربما سيحدد من هو الرئيس المقبل ويقطع الطريق على كثيرين من الطامحين إلى الرئاسة بعد الرئيس ميشيل عون. نعم، الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمته قال إن ما جرى في الأسابيع الأخيرة يجب أن يكون إنذارا للجميع. ماذا عن تحالفات الحكومة أو الحكم والحكومة؟ هل هو تغيير موقف أم التفاف سياسي في ظل هذه الغضبة الشعبية؟ يعني حتى اللحظة لم يصدر عن الرئيس عون كلام نستطيع أن نعتبره جدي أنه نوع من التغير السياسي العميق في سياسته أو في سياسة حزبه، وإنما هو يتكلم من منطلق أنه رئيس جمهورية، وبالتالي أن يكون الخطاب يمثل الأبوة للجميع واستيعاب الجميع. لكن على مستوى الأداء السياسي، على مستوى أداء وزرائه في الحكومة، على مستوى أدائه كرئيس دولة، الرئيس عون لا يزال في صف سياسي، هو بتحالف مع حزب الله، وبالتالي هذا جزء من تحالف اقليمي اوسع، وايضا على المستوى المحلي موجود هذا الموضوع. بالتالي وحتى يعني مواضيع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب للرئيس عون وحزبه ولا غيرهم فعلا قاموا بخطوات عمليه وحقيقيه يمكن ان تخرج البلاد مما هي فيه. وبالتالي انا برايي ان هو الموضوع هو نوع من التقليد السياسي ان يقال ان تصدر مثل هكذا بيانات طالما ان الاعمال على الارض وعلى الواقع لم يتغير شيء حقيقي فيها. يعني نلاحظ أن البيان الختامي نص على وجوب التصدي لما أسماه الفتنة والشحن الطائفي والمذهبي تحضيرا للفوضى بحسب نص البيان. من المقصود بهذا الخطاب، وفي مصلحة من إذا ذهبت أو إذا ذهب لبنان إلى الفتنة لا قدر الله؟
أنا بتقديري المستفيد من الفتنة هي الأطراف السياسية اللبنانية، لأنه تقريبا كلها تقوم سياستها على الضغط أو شد العصب الطائفي لكي تستمر، لأن للأسف ليس هناك حزب سياسي لبناني موجود في السلطة أو كان في السلطة في السنوات الأخيرة يمتلك برنامج سياسي حقيقي قابل للتطبيق، وبالتالي كلهم يتكئون على شد العصب الطائفي لكي يتمكنوا من الاستمرار في السلطة السياسية اللبنانية. ولكن أنا لكن هل الأمور ستذهب إلى ما يمكن انفلات أمني كبير؟ بتقديري أن الموضوع مستبعد، لكن لا يعني هي ورقة في يد تحديدا حزب الله، لكن هي ورقة إذا كان حزب الله هو قادر على رميها أولا، لكنه غير قادر بالنهاية على حسم لا سمح الله أي فوضى أهلية في لبنان. بالعكس، هذا قد يرتد أكثر سلبيا على حزب الله وعلى حلفائه، لأن اليوم المنطقة مفتوحة والسياسة الأمريكية اليوم أكثر شدة تجاه إيران وحلفائها، ليست بالتراخي الذي كنا نراه منذ عام 2005 إلى عام 2017، يعني ما قبل أو لنقل فترة أوباما يعني بشكل ما. نعم. لم طيب تسألني طيب بشكل. كما تابعتم رئيس الوزراء حسان دياب في كلمته قال إنه لا قيمة لمخرجات اللقاء إذا لم يترجم إلى أفعال تخفف من أعباء اللبنانيين وأثقالهم اليومية تحديدا. هذه الكلمات كيف استقبلها الشارع؟ كيف يمكن بالفعل أن تكون جزءا من حل معاناة اللبنانيين؟ يعني الرئيس حسان دياب هو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي هو يتكلم أنه يجب تنفيذ هذه المخرجات، هو المعني الأول هو بتنفيذ المطلوب. هذه نعم المخرجات، هو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه المخرجات، لأنه هو رأس السلطة التنفيذية، رأس الحكومة اللبنانية المسؤولة عن تنفيذ برنامجها الحكومي وعن أي مخرجات يمكن أن تخرج إليها القوى السياسية. مشكلة لبنان اليوم أنه في ظل هذا العجز الجميع يصرح، الجميع يقدم النصائح، لكن القليلون هم من فعلا يملكون القدرة أو ربما يملكون الإرادة للتحرك ولإجراء إصلاح حقيقي وواقعي ويخرج لبنان من هذا الاستقطاب الإقليمي والعالمي الذي بالنهاية هو أكبر بكثير من لبنان، وللأسف الذي يدفع الثمن الأكبر هو المواطن اللبناني بكل انتماءاته. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول.